صباح الخير للجميع، معكم عمر الدجاني. احنا اليوم موجودين في عجلون بعد المنخفض الجوي لأجا أجواء صافية جدا. بين معانا بوضوح جبل الشيخ الموجود بين سوريا ولبنان. الجميل في الموضوع على يمين جبل الشيخ لأول مرة أنا بشوف هذول مناطق داخل سوريا، اللي هم جبال القلمون ومناطق ريف دمشق، واسمها الجغرافي السلسلة الشرقية لجبال لبنان. شايفين هاي التلة؟ هاي التلة تلة بركانية موجودة بين درعا ومناطق دمشق. هذول الجبال، جبال ريف دمشق، مغطي بالثلوج بعد المنخفض الماضي. أول مرة أنا بشوفهم داخل الأردن. شايفين هاي جبل الشيخ وهاي جبال ريف دمشق. على يسار جبل الشيخ برضو مبين بشكل نادر السلسلة الغربية لجبال لبنان. هاي مناطق موجودة في جنوب لبنان، جبال جزين، برضو مغطية بالثلج، ارتفاعها مش كثير عالي زي جبل الشيخ، يعني تقريبا 1800 متر، 1700 بهالحدود. بنكمل رحلتنا بالكاميرا، بنشوف هاي قرية بعجلون، والجبل ورا هذا جبل الجرمق بفلسطين، اللي هو أعلى جبل بفلسطين تاريخية، ارتفاعه 1200 متر، ما عليه ثلوج بالمرة. أيضا بنقدر نشوفهم قرى مناطق الناصرة. احنا شايفين، سامحونا اعتزاز الكاميرا بس الهواء كثير قوي اليوم. هاي هي قرى الناصرة، ومن بعدها مبين معانا مدينة حيفا زي ما احنا شايفين في جبل الدحي بفلسطين، ومن وراء مدينة حيفا. شايفين البنيات البيضاء، هاي كلها تابعة لمدينة حيفا. هاي موقعنا احنا بالتصوير، احنا موجودين بالاردن بعجلون، وهي الجبال هيك بتبين بالعين مجردة. هاي جبل الشيخ، هاي جبال ريف دمشق، وهاي جبال جنوب لبنان. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اليوم سقت الصبح 100 كيلو بسرعة عشان أقدر ألحق هاي المناظر، لأنه نادر جدا يكون الجو بهالصفاء.